بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أستأذنكم في هذا الموعد اليومي لكي أوافيكم بخلاصة ما رصدته منظومة التتبع والمراقبة الوبائية لجائحة كوفيد-19 بمملكتنا خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة مؤكدة. أقول 693 حالة إصابة جديدة مؤكدة، لنتعدى بذلك السقف الرمزي ل 25,000 إصابة، حيث يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ 2 مارس 2020 إلى 25,015 حالة إصابة، أي بمعدل 69 حالة لكل 100 نسمة. بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم إلى اليوم 122,144 مخالط، ولا زال منهم 16,037 تحت المراقبة والتتبع. فيما يخص مؤشر التكاثر أو الـR0 بتاريخ اليوم على المستوى الوطني وصل إلى 1.38، بينما في بداية شهر جوان كان يساوي 0.7، وهذا ما يؤكد نسبة التكاثر الذي نلاحظه ولاحظتموه في الأسابيع الأخيرة. فيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات 693 التي تم تسجيلها اليوم، فهي كالتالي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 330 حالة، موزعة كالتالي: طنجة 313، العرائش حالة واحدة، تطوان 9 حالات، وزان والمديق حالة واحدة، والفحص أجرى 5 حالات. جهة فاس مكناس 209 حالات، 164 حالة بفاس، 16 حالة بمكناس، 7 حالات بصفرو، 4 حالات بالحاجب، 3 حالات ببولمان، حالة بإفران، وجوج بتونات، وتسعود بتازة، وثلاثة بملعقوب. جهة الرباط سلا القنيطرة 80 حالة، موزعة كالتالي: سلا 27 حالة، الرباط 24 حالة، تمارة 4، سيدي قاسم 23 حالة، سيدي سليمان حالة، وقنيطرة حالة واحدة. فيما يخص جهة الدار البيضاء سطات 41 حالة، موزعة بين 30 حالة في الدار البيضاء، وسبع حالات بالنواصر، وأربع حالات بمراكش. الجهة الشرقية جرادة 6 حالات، بركان حالة واحدة، فيقيق حالة واحدة، قرسيف 3، وجدة 2، أي بما مجموعه 13 حالة. جهة مراكش أسفي 13 حالة، الكلها متمركزة بمراكش. جهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، كلها بني ملال. جهة درعة تافيلالت حالتين، موزعة بين زقورة حالة وتنغير حالة واحدة. والحمد لله 4 جهات لم تسجل أي حالة إصابة في 24 ساعة الأخيرة، وهي جهة سوس ماسة، داخلة والذهب، قلميم ودنون، العيون، الساقية الحمراء. وفيما يتعلق بعدد الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، فلقد بلغ مجموعها 20,881 حالة مستبعدة خلال 24 ساعة الأخيرة، وهكذا يصبح مجموع الحالات المستبعدة على الصعيد الوطني منذ بداية الجائحة 1,248,924 حالة مستبعدة. بالنسبة لحالات التعافي، والحمد لله سجلنا 302 حالة تعافي، ليصل إجمالي حالات شفاء إلى 17,960 حالة، أي بنسبة تفوق 72%. لكن وللأسف لا زلنا نسجل عدد من الحالات الوفيات، فلقد سجلت المنظومة اليوم 14 حالة وفاة جديدة،
وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بداية الجائحة في بلادنا، ليصل مجموع الوفيات المرتبطة بداء كوفيد 19 إلى 367 حالة وفاة رحمهم الله. وتتوزع الحالات 14 على الشكل التالي: 7 حالات في طنجة، 3 وفيات في مراكش، 3 وفيات في الدار البيضاء، وحالة وفاة في مدينة فاس. أما فيما يخص مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج وما زالت تقيم في مستشفياتنا، فيصل العدد إلى 6688 حالة موزعة كالتالي: جهة طنجة تطوان الحسيمة 2012 حالة نشطة، جهة الدار البيضاء 16660 حالة نشطة، جهة فاس مكناس 1634، مراكش أسفي 608، الرباط سلا القنيطرة 409، الجهة الشرقية 1108، جهة درعا تافيلالت 83، بني ملال خنيفرة 81، الداخلة واد الذهب 48، سوس ماسة 32، العيون الساقية الحمراء 10 حالات نشطة، قلميم واد نون 3 حالات نشطة. من بين هذه الحالات النشطة هناك حالات كما تعرفون الحالات الحرجة، وهي في تزايد مستمر ووصلت إلى 88 حالة موزعة على الشكل التالي: جهة الدار البيضاء 625 حالة، من بينها 8 حالات تحت التنفس الاصطناعي، طنجة تطوان الحسيمة 25 حالة، فيها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي، مراكش أسفي 19 حالة في الإنعاش، فاس مكناس 10 حالات في الإنعاش، الرباط سلا القنيطرة 7 حالات في الإنعاش، من بينها 3 تحت التنفس الاصطناعي، وسوس ماسة 2 حالات، المجموع 88 حالة. وفي الأخير نؤكد مرة أخرى على ضرورة الالتزام بشروط السلامة، التي هي أولا التباعد الجسدي، الإلزامية الواقية أو القناع أو الكمامة، نظافة اليدين، التخفيف من الخروج أو الخروج إلا إذا دعت الضرورة. ونرجو دعواتكم بالرحمة لكل من فارقنا، وبالصحة والعافية لكل مرضانا، وأستودعكم الله وشكرا لكم.